قضية الإبداع بالنسبة للشباب فيها كثير من الغموض، لأنهم هم ينظرون إلى أن الهجمة في من ناحية الإبداع من الغرب قوية وكبيرة وحاضرة في كل مجال ومجال. نحن مثلا عندما في العمارة هذا الأمر حاضر بشكل كبير، فكيف يمكن بالنسبة لجيل المرود الحضري، ما أسمي أنا بجيل الشباب المسؤول الذي يريد أن يتجاوز هذه الحالة التي وصفناها للمستقبل ولآفاق المستقبل القريب والبعيد، أن يكون هناك منهج للإبداع لكي ينخرط فيه هذا الشاب من الناحية الكونية بالنسبة كإنسان وبالنسبة للوسائل التي هي مقدمة حوله في العصر الذي نعيش فيه من ناحية الاتصال والمعلوميات، وأنه الآن موجود هنا وفي نفس الوقت موجود في كل مكان، من الزمان يعني والمكان ارتبطت بشكل كبير في العصر الذي نعيش فيه. كيف يمكن أن نجد لنقدم و نجتهد مع هؤلاء الشباب حتى نفتح لهم مجالا للإبداع في حاضرنا ومستقبلنا القريب؟ وما هي المنهجية التي يكون في هذا التكامل بين الهوية والمنطلقات الثابتة كي يمكن أن يقترحوا بدائل في الإبداع بالنسبة للمتغيرات؟ في كل ما قلناه سابقا، وأنا في ذلك كنت متفاعلة أكثر مع ما يطرح أكثر مما قدمت تصوري الخاص للمسألة في كثير من الأشياء. تقريبا كنا نمزج بين الرصد والذهاب إلى هذا المستقبل، ولكن كنا نركز على التشخيص ربما أكثر، أنه هذا التشخيص الذي أصبح واضحا معلوما معلوما من الواقع اليوم بالضرورة، لم يعد هناك نقاش فيه. لكن من مظاهر أزمة هذا الواقع نفسه أننا لم نستطع بعد أن نصوغ رؤية للمستقبل. من مظاهر أزمة الواقع. انظروا إلى، خذوا أي قضية من القضايا التي تتعلق بشبابنا والمستقبل، خذوا الجانب المقاولات الاقتصادي، خذوا الجانب التعليمي، خذوا الجانب، ما زلنا نتخبط في كل مرة نضع خارطة الطريق لمدى زمني معين، وأثناء تنزيلها نشعر بأنه هذه الخارطة غير ملائمة، إما ابتداء لم تكن مبنية على معطيات كافية وعلى استقراء واف وعلى دراسة مستوفية للواقع والمجال والاحتياجات وما سوى ذلك، أو أننا أثناء التنزيل نزلناها بالطرائق المعطوبة المنطلقة من هذا الواقع المعطوب الذي نحاول أن نتجاوزه. لاحظ المشكل، فنظل ندور في الحلقات المغلقة. والدليل ذلك أنه صديقي أعتذر، في كل مرة أصبحت تقلقني هذه كلمة رؤية المستقبلية في كل، لاحظ أرجع إلى سنوات عقود، كل مرة نحن بصدد بناء رؤية مستقبلية، بناء خارطة الطريق، بناء، بحيث أصبحنا نقيم في بناء الخارطات وكأن الغاية هي بناء الرؤية، وليس البناء ليس سوى وسيلة وسبيل إلى تجاوز هذا الواقع المحطوب. هذا هو المشكل. ولذلك أحيانا تشعر بأن ما كان يقول أحد المفكرين المغاربة،
كان يقول تشعر أن مطبخ صناعة هذه الرؤى غير سويين. الأحزاب مثلا، مؤسسات النقابية مثلا، المراكز الدراسية المحلية مثلا، استراتيجيات المختلفة التي تعاقبت في مختلف المجالات، وتغريب المزايدات وتغريب الفرديات وتغريب الفئوي المصالح الفئوية وتغريب، بحيث إننا لهذا قلت في لحظة من لحظات كلامي السابق، ربما يتوجب علينا أن نذهب إلى ما يسمى اليوم بسوسيولوجيا الفشل. لماذا نفشل؟ كي نستطيع أن نصوغ رؤية تتفادى وننزل تنزيلا يتفادى هذه المعوقات التي ما فجأت تلازم كل رؤية وكل تنفيذ لهذه الرؤية في مختلف المجالات، وتجعلنا كلما تقدمنا خطوة رجعنا بخطوتين إلى الوراء. والدليل أقول المثال التعليم أوضح مثال، خذوا الصحة خذوا العيال، ولكن مثال التعليم واضح. كم عدد المخططات التي وضعت؟ على الرؤية حتى بالأهداف حتى بالكفايات هكذا الشيء، على الرؤية المخطط الاستعجالي، بحيث أنه أصبحنا أسراء وأصبحنا أسارى ومعتقلين لهذه الحلقة المفرغة. إذن يحتاج الأمر أولا أن نتحرر من هذا الذي يعتقلنا، نحتاج أولا إلى دراسات ومراكز دراسات ذات مصداقية ترصد الواقع كما هو بأزماته ومثبطاته وبشكل علمي، لا ندخل فيه لا اعتبار الفئة ولا السياسة ولا الانتماء، علمي. وأن نبني على ذلك رؤى منضبطة بالشروط التي ربما هي المعمول بها في سائر التجارب السابقة والتي نجحت في تجاوز وضع شبيه بوضعياتنا الآن. ثم أن نوكل هذا الأمر إلى أناس، أين هم أناس؟ أناس صادقين، فضلا عن كونهم يجب أن يكونوا أكفاء مهارات يجمعون بين الكفاءة وبين الصدق وبين القدرة على مواجهة هذا الذي أصبح مستعصيا إزاء كل مخطط للإصلاح. وفوق كل هذا وهذا لا بد من إرادة سياسية قوية، وهي إرادة وموجودة وعبر عنها على الجهات، لكن أن تنزل الأدوات المتوافرة أصبحت معطوبة وكثير منها أصبح مفلسا، هذا مشكل. ولذلك أصبح تقريبا هذا الشغل نخبوي بصياغة الرؤى واستراتيجيات. ربما وجب علينا، وهذا أمر مهم، أن ينخرط المواطنون كمواطنين في الأمر، وأن نتجاوز مسألة أي وصاية عليهم سواء من جهة سياسية أو من جهة مدنية. لا، أن نبحث في مثلا في التعليم يجب أن ينخرط بقوة الآباء، المجتمع المدني، وأن نبحث عن مصداقية أخرى في تجارب أخرى وعن طرائق أيضا مستجدة تأخذ بما هو علمي طبعا، وأيضا تنظر بقوة لمواجهة هذا العائق الذي أصبح يثبط ويعقل كل طموحنا في هذه الحلقة المفرغة التي أشرت إليها. الأمر الثاني المستقبل، طبعا حين نقول هذا يجب أن لا يعتبر رسما لصورة سوداوية أو تشاؤما يغلق كل الأبواب، وإلا ما كان لهذا الحديث أصلا من معنى. ولكن الآفاق الإبداعية ممكنة ما دام الإنسان موجودا، وما دام هذا الطموح متوهجا،
وما دامت هذه الإرادة في تجاوز هذه العوائق قائمة. ولذلك أرى أيضا في كثير من الشباب أن نماذج ناجحة، نماذج متميزة، صحيح بمجهودات في الغالب مجهودات عصامية استثنائية، إما في أسرة أو في بيئة أو من خلال علاقات أو من خلال مؤسسات نادرة، ولكن توجد نماذج ناجحة. الأمر يقتضي تعميم تلك النماذج، والأمر يقتضي أيضا التعريف بتلك النماذج الناجحة ودعمها وتقديمها كرموز لشبابنا، على أمر في غاية الأهمية. ثقافة الاعتراف إحدى أهم الطرق المحفزة لشبابنا على العطاء، كما هي المسابقات التي يقدمها إعلامنا للإبداع في الاقتصاد، في الأدب، في الفكر، في الاختراع، في العمل الجمعوي، في لاحظوا أن موضوع بهاته النفاسة، انظروا إلى القاعة يعطيك هذا مؤشر، لو أن الموضوع كان موضوعا في الإثارة إما سياسيا أو ثقافيا أو غير ذلك لما وجدنا مكانا فارغا في هذه القاعة. إذن هنا مشكل كبير، لذلك تحتاج هذه القلة التي دائما كانت الإصلاح كان من شأن القلة، فقلة هي صالحة وقليل ما هو قلة دائما وقليل من عبادي الشكور إلى غير ذلك، دائما القلة منها كان ينطلق الإصلاح، إلا أن هذا الإصلاح يجب أن تتضافر فيه جهود كما تفضل الأخ الكريم، يجب أن تتضافر الجهود وأن تتعاون كل النيات، وأن تدوب الدوات في المشروع، لا أن تبقى المشاريع والأفكار هي فقط عناوين لدوات تريد أن تجد موقعها من الإعراب المصلحي والإعراب الريعي إن صح القول. إذن أعتقد أن فقط مثل هذه الأمور، الاشتغال على العلم والتجارب الناجحة ودراستها دراسة علمية، إعطاء الإمكانات اللازمة لهذه القلة التي تريد أن تصلح وتمتلك القدرة العلمية والقدرة الإجرائية للإصلاح، ثم أيضا تثمين التجارب الناجحة، رابعا خلق هذه الفضاءات التي تجمع هذه الطاقات وتجمع هذه المهارات في أفق يمكن أن يشكل قوة قادرة على تجاوز المثبطات التي تعوق مختلف المبادرات الإصلاحية. أعتقد مثل هذا الآفاق يمكن أن تكون. كلمة أخيرة متعلقة بالإبداع، ولو كان بودي لتحدثت عن الإبداع فأنا أيضا مشتغل بهذا الأمر. الإبداع في كل المجالات يحتاج إلى شرطين أساسي، يحتاج إلى شرط الاعتراف وتثمين إمكانية المبدع وعدم إحباطه، إحباطا رمزيا أو ماديا أو اجتماعيا، وأيضا يحتاج أيضا إلى أن نمأسس القدرة على التقاط المهارات في مختلف مجالات الإبداع وتكوينها وصقل مواهبها لكي تصبح مبدعة على المستوى العام وطنيا إقليميا دوليا. المأسسة والتثمين شرطان أساسيان في كل إبداع. طبعا توجد مهارات، توجد كفاءات، توجد أيضا مظاهر عبقرية في هذا البلد الأمين،
بحيث إنه كثير من شبابنا يبرز ويتوهج في أمريكا في أوروبا في مختلف المجالات العطاء، ولكن علينا أن نوفر شروط هذا العطاء هنا والآن. شكرا لكم. شكرا للصديق والأستاذ الجامعي والأستاذ الباحث محمد سامي الحراق. في الواقع كنت في قمة الإبداع في هذا اللقاء الحواري الجميل مع هذا الحضور الجميل أيضا. وأدعوك كذلك لقراءة كتابه ومؤلفه الجديد إني ذاهب لربي، والذي أتمنى صادقا أن يكون موضوع نقاش في ملتقى الحضارات إن شاء الله في إحدى في الموسم المقبل. أعتقد وصلنا الساعة 7 ونترك كلمة الختام للسيد الرئيس أستاذ أبو عياد، فليتفضل. مشكور. لا ودي السيد الرئيس. في الواقع كنا سعداء كما قلت بداية، سعداء باللقاء بكم في هذا الشهر المبارك، وسعداء بهذا اللقاء مع هذا الحضور الجميل المبدع والرائع، ومع هذا الموضوع الذي اختاره ملتقى الحضارات، ومن اختيار هذا الرجل المبدع كذلك الأستاذ العربي أبو عياد الذي أعطى من وقته الشيء الكثير من أجل الشباب، وهو يحدثني من أجل إعداد هذا اللقاء ليقول لي الشباب ثم الشباب ثم الشباب، حتى أنه رفض أن يغير الموضوع أو عنوان الموضوع ملحا على الشباب وأهمية الشباب. شكرا للصديق محمد تامي الحراق الذي كنت أعرفه مسبقا مدى إبداعه و يعني توفيقه من الله سبحانه وتعالى في لقاءاته، وأعد الحضور وأعد ملتقى الحضارات بلقاءاته المتجددة معه ومع صديقنا مولاي عبد الله الشريف الوزاني، الذي أجدد باسمه اعتذاره ويلتمس المعذرة منكم لالتزامات رسمية، ونعدكم بلقاء إن شاء الله ثلاثي آخر. وشكرا سيدي العربي أبو عياد على هذا اللقاء، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.